تشرين الأول خصصته منظمة الصحة العالمية للتوعية من سرطان الثدي بالعالم، خصوصي أنه ما بتبين أعراضه إلا بالمراحل المتقدمة. واحدة من بين 8 سيدات بتنصاب بسرطان الثدي، رغم أنه نسبة الشفاء عالمياً وصلت ل 98%، إلا أنه الإصابة فيه على ارتفاع. اعتمد الشريط الوردي بشكل رسمي سنة 1992 للتوعية من سرطان الثدي، وهو من تصميم مؤسس منظمة جوهان نايك. تنصاب المرأة بالمرض نتيجة خلل بخلايا الثدي اللي بتتزايد بشكل غير طبيعي ومكونة من أورام وتغيرات بنسيج الثدي، وإذا ما تم الكشف المبكر عنه بينتشر بكل أجزاء الثدي ومن بعدها بينتشر بكل أنحاء الجسم. دائما منذكرها تروح تعمل الصورة الشعاعية، لأنه بتعرفي الديبيستاج عبكير بيحميها إذا بتعمل التقطيب أوله. بعونا في كامبان بيبيسيتير، وهلا لسوي كان في إضاءة قلعة بيبلوس كمان مع اللبنيز بيست كانسر فونديشن نعمل أويرنس. يعني بهذا الموضوع هي خاصة توعية، أكثر شيء توعية بدك تعملي. يعني يفوك تاخد وقت تهتم بحالها وتنتبه على جسمها وتعطي وقت لإلها. أما عن الأعراض، وجود كتل بالثدي، إفرازات الحلمة، تشوهات الحلمة، تغيرات بجلدة الثدي، تكبير بالثديين، جروح والطفح على جلد الثدي، تسمم والتورم بجلد الثديين. من هون نحن مننصح المرأة ما تهمل حالها أبداً وتقوم بالفحوصات الطبية اللازمة.